بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وان لطواف دز بدات بيته توافقه بتار دبي. وفي مسألة المسل الجدار الذي عنده شاذروان وجه أنه لا يضر، وجه كدري قيدناك لو لأنه خرج عن البيت بمعظم بدنه بعستم إلا دستيل لنا بيته بدن دكهم إلى درس قيدك ويرد بأن المرادة مدار على الاتباع كما تقرر الدليل كجوانا برن اتباع حضرة صلى الله عليه وسلم كسورة تستخدم ذلك تبهت ما دم دبي أمش وابكين الظاهر في وضع الحجر الموجود الآن حجر إسماعيل أنه على الوضع القديم بيدس عيني حجر إسماعيل قديم فتجب مراعاتهم أو شروطان كما قطوان دبيئته الرعاية بكي ولا نظر لاحتمال زيادة أو نقص فيه بري والله إيو دوري زاراني أو يان نقصان زيادة أو يتماشى مكا ظاهرا أو هايا لدوري بيتوافي بك بنا بدا مسو نعم في كل من فتحتيه لفيش هود دركان فزوة بتارايها نعو ثلاثة أرباع زراع بالحديد سير ربع قز سير ربع مسألة قز أقل سيبس بيدا كدوبس ثلاثة أربعة تقريبا أوندا أو خارجة عن سمت ركن البيت بشا ذروانه حديد وزراع حديد يا زراع دستي كما زراع دستي هار أوندا دوبستا زراع حديد أو متري أو قماش بيدا بيون زراع حديد أو دريشة سير ربع زراع لهيروي بيتي كرايت دركا وخارجة عن سمت ركن البيت بشا زروانه لشا زروانش خارجة ولبيتش خارجة وداخلة في سمت حائط العجري ها بشي تيان النو ديواري عجر إسماعيلش أو زباب زانين فهل تغلب الأولى آية أما أولي عمل بيبكين كذا خارجة برم إجب خارجي بكو بيدا بروي سلرينيا فيجوز التواف فيها أو الثانية يان قطبان عمل بداخلي بكين فلا ما دام وابي بفيدا مرو توافي لمكا كل محتمل شهان لا باشترا والله وها باشر لي قري والاحتياط الثاني اعتياد أو هاي بدوروي بصورة بيدا مسو ما دام اشتكى خطراتي كتناوي نخو توافقت قبور نبي ويتردد النظر في الرفوف الذي بحائط الحجر في الرفرف في الرفرف رفرف ديوارني اوها او سواندو كشلوكرا اوها 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 سواندا او ديوارا او سواندا شلوكرا اوها 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 لسلوى ديواري اللو محافظي اما دارين سواندا نازم انقو دارين سا لسا ديواري او هذا كري للوى ديواري لخاني وبرى تقريبا وندان سار بانزي زيادة أو لي زيادة داخل وجبة بحزر حسابي عنا ويتردد النظر في الرفرف الذي بحائط العزر هل هو منه أو لا ثم رأيت ابن زماعة حرر عرض جدار الحزر بما لا يطابق الخارج الآن إلا بدخول ذلك الرفرف تماشام كده ابن زماعة كفي وايتي عزر دبي أو الرفرف أجوى قبدين أو حسابي ويتاو دردسي رفرف هكش عوى فلا يسع التواف من زعل إصبعه عليه دستخو بتسيل صدابني درسنيا أو يشهر حزرة ولا من مس جدار الحزري الذي تحت ذلك الرفرف ديواركش دستخو بدي وهو معلومة درسنيا وقد أطلق في المجموع وغيره وجوب الخروج عن جدار الحجر قوتي تيان دبيئة إلا دروي ديوار حجر أتو أتواف بكي وهو يؤيد ذلك البحث ورأيت
تخالف ابن الجماعة والأزرق وغيرهما في أمور أخرى تتعلق بالحزر. عند الشديكش ينقص كرديا مخالفان كرديا دقر خرشي لبحث حزر إسماعيل لا حاجة بنا الآن إلى تحريرها في وجناك أقصان دلوب جرموها لأنه لا ارتباط لها بصحة الطوافي تلشي مبحث الطوافي دكين براستي بعد تمهيد وجوب الخروج عن كل الحزر وحائطه أون دي بزانا دبي لحزر لحائط لهم إلا دروا بتوافق وأن يتوفى سبعا دبي توافش حفظ بي للاتباع أدي أقا قمان دلي بيابو قمان دلي بيابو وشنو يشيا دبي أقل كي هقري فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. نعم يسن هنا الاحتياط لو أخبر بخلاف ما في ظنه أقرأتو أتقيشتي بينزق وتيانا تكرت سارة وباشا بجيوان بكي بجيوان بكي لأنه يجي خارج بجي خارجيناك إلا بجي خودك ولا يلزمه أن يأخذ بخبر ناقص عما في اعتقاده لسرد واجب نية بجي بكي بس وباشا احتياط بخبر ناقص عما في اعتقاده ناقص بلا اعتقاداته أتوتي قيشت بينزا أو قوتي سارة أو خبري ناقص نية خبري ناقصة لقيتو أتوازبني بجيبكي بس احتياط واباشا بجيبكي لبيشان قطبان ولا نعم يسن الاحتياط أخوانا ما قد يجيبو ولا يلزمه أن يأخذ بخبر ناقص أما في اعتقاده إلا إن أورثه الخبر ترددا إلا أقر خبري كابراي أتوي خصت قمان وشك هنجي وازب دبي بجيبكي وإنما امتنع نزيره ثم هذه لولا نيجي ممنوع بجي كابراي بكي أقل أتو إتقاط تكوبو دباب أفكر خود بكي بجي زيلاني نكي أو لبطلانها بتقدير الزيادة سنشي نيج أقل زيادة بباطلة سار ركعتي نوران بكي بينز باطلة بخلاف إبران تواب فرزم حشتت كتزر لريها حبتك قبور ويككش زيادة ولا يكره في الوقت المنهي عنه عن الصلاة فيه أجر أو بينز وقتاني كانوا يجيتي دا خرابة كراهتي ني وقت طواف بكي للخبر السابق ثم المسرح بزوازه فيه وكو أو حديثي لبيش عالمان خوين دوا يا بني عبدي مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار دي وأن يطوف سبعا داخل المسجد لأنه مزقبت بيتي خواشبي ولو على سطحه أقل سباني جسال سباني دا سرين توافي بكي درستا وإن كان أعلى من الكعبة على المعتمد بالا كعبي برنتر كار لكعبيني اكزار زور برنترا دبي أو حتى ما شيء خواري بكي أن برندا لأنه يصدق أنه طاف بها إذ لهوائها حكمها هواء بيتش هر بيته خواهي تعالى فرميتي وليطوف بالبيت العتيق وقول زمع أذي زمعك فرميانا القصد هنا نفس بنائها ليرانا مقصد في بناء دبيئة للدوري كعبي بسوري كدبي بسي حاسماني لهواي بسوري وفي الصلاة ما يشمل هواءها لو نويش يا برنديش بقيديناك نويش برنديش بقيديني هواي بيتش هر بيتا برن لو توافي دبيئة للدوري بيتي بسوري أو أقصي ضعيف ضعيفة والفرق فيه تحكم فرق بين صلاة التواف تحكم توافش عيني وجه صلاة ما دام صلاة لهواي درست بي توافش لهواي درست وإن حال بين الطائف والبيت حائل كالسقاية والسواري فلبين بيته ولبين كابراش حائل بردهبي وكو سقاية براد مراد آوي سواري أستندو مستندو مظلوا أو اشتارها من زررينيا نعم ينبغي الكراهة هنا خرافة أقر حائل هبي بل خارج المتافي أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري نعم ينبغي الكراهة هنا بل خارج المتافي قصر صحته عليه نعم ينبغي الكراهة هنا كراهة أوها باش مكروها أقر حائل هبي بل خارج المتافي هل خارج متافي أتوبسي توافي بكي هل مكروها بل
مطاب حلقيك اللي دوري توافيها الآن بزور زارن هند زارن أبشتيتي ورديني نديت يا ما حزريل يدكن الآن مطاب أوزي توافي اللي دوري اللي يدكن أو اندري مطابا هندك قويتي أن لخارجي مطابي هر مكروها معنى لناو بناية كشبكي لجوري بناية جوي هر مكروها بقسيوان لأن بعض الأئمة قصر صحته عليه هندا أئمة إلا لما تافي تواب درستا نلا سروا ونلا جورج درسنيا فلا يسع خارجه إزماعا أدي لخار نا لخارجي بيتي لخارجي متافي درستا لخارجي مسجدي بيتي بس إلا دروا لبازار را إشتا إشتا بتياري بس يسوري بس مصر وأردن بس سوريا ويمن وبيوزي خوا ونبت التواب وما يمتد بامتداده بلن مزقبت أقا قورة كرا هر سندي قورة بكري لجوري مزقبتي التواب درستا هر سندي قورة بكري وإن بلغ الحلة بالا حرمش زياد ببي على تردد فيه بلن تردد شتدا هيا الأوزه منه قصي باش أو هيا خلافه خلافي بيا قورة بكري قيديني بلن بو شرطي دبي حرم بي حرم بي لحرم در نسي لو لأن الأصل فيما وقع مستمرا بالحرم دون غيره أو كواقع بو تواب بكرها إلا لحرم كرها لأن الأصل فيما وقع مستمرا بالحرم دون غيره اختصاصه به أصلها خاص بالحرمه إذ الغالب على ما يتعلق بالمناسك وتوابعها التعبد زوربي مناسك أولا تعبديش پیغمبر إخوائي هل حرمي كردي وقد الخارج حرمي كردي إدرسني حرم أدي حرم ديارة تقريبا برم سن كيلومتر لهند طرفان 8 كيلومتر لهند كان ديا أوها إيرو هوليري أو عند دبي وأما السنن زاني السنة كان كونا فأن يطوف ماشيا ببيان بي سواري ولاغي مبا فأن يطوف القادر الذي لا يحتاج للركوب بران لوان النبي احتاج للركوب هبي حتى يظهر فيستفتى أو يقتدى به قائما أو يقتدى به فيستفتى أو يقتدى به ملاهب يقول قالوا هندي بسؤال وراقب بعالم بيبيني أو بسؤال مؤاري لبكر أو خيديناك أو لبس تدري حتى يظهر فيستفتى أو يقتدى به قائما والله إبا منوابي أو قائما أو فارزي غرطة أو يقتدى به فارزي كبيت ويندري أو زبري وأما السنن فأن يطوف قائما وماشيا أوها أوها باشرين يا يستفتى أو يقتدى به اقتداء به ذاك المسألة متويفة توافي بعالم ذاك بسواري ولا غيب بعالم بيبيني بعالم بيبيني أو زو براوة أو زو براوة بري فأن يتوفى قائما وماشيا ببي قائم بي لدانش نمو نبي وماشيا ببي أمره ولو امرأة وحافيا ببي خواسي لا زاحفا لا زاحفا بقون أخشى بقون أخشى نروى ولا حابيا بقون أخشى نروى ولا حابيا حابيش نبي لسزجي نلسزجي بروى نبقون أخشى بروى ولا راكبا لبهيمة أو آدمي نسواري وراقب بي نسواري بشتي عالمي بي لمنافاتي الخلوع والأدب فإن ركب بلا عزر أقب بعزر بو لم يكره مكروه نيا كما نقله عن الأصحاب وإن أطالت زمع في رده ولو زماعة قوتيتان مكروها أدي لو درن إمام الشافعي إيش قوتيتي مكروها والنص على الكراهة محمول على اصطلاح المتقدمين أو لس اصطلاح المتقدمين لأنهم يعبرون بها عما يشمل خلاف الأولى لمكروه دق خلاف الأولى عندها وفارق هذا حرمة إدخال غير مميز المسجد إذا لم يؤمن تلويثه أدي لو أقر من دارك غير مميز بي أمين نبي لويك مزقبتي فيز دكا أو مكروه بي مزقبتي لو راقي دبي حوشي مزقبتي مكروه نيا
وأخبارك هذا حرمة حرامة إدخال غير مميز المسجد إذا لم يؤمن تلويثه وكراهته إن أمنا أجر مأموم أمين يشبه المكروه هذه لو أوراق كي قطوان مكروه نيا لو أوراقي هنا ما نقول حرامة لمكروهات كي إشكال ما نهبو هذه لو من داري غير مميز أجا أمين نبي لتلويسي حرامة أجا أمين يشبه مكروها فرق كبسية بالحاجة إلى إقامة النسك في الزملة هذه النسك هو ركن ديني بلن من دار بردنا مزقب تسبه بيستا كإدخال غير كإدخال غير المميز للتواف به مثلا أبيش هروها غير مميز للتواف دبي خو أواب في سيشا ودبي دشي بي يقيدناك من دار الساوا شنش ركن ديني وفي ويستفيل جملة جان ندهتي كذا قيل أو أنقوتي وفي نظر بس أمن في رازينيما بل لا فارق بينهما إذ فارقني لبين مسقبته ولبين التوافي لو لأن غرض النسكي كما اقتضتهم عبارات هندك دين غرض النسك أو التوافي كما اقتضت أخرى هندك دين غرض التوافي فرقين يتصبري غرض التوافي أن غرض النسكي هردو كان بك اسم لأن غرض النسكي أو غرض التوافي مزوز لدخول كل مزوز له دخول هردو كان هردو كان سمن دار بي سوراغ بي وإن لم يؤمن تلويثه إيه باع من جنب لتلويسه وغير ذلك الغرض مزوز إن أمنا غير أو غرليش أو غرليا غرلي نسوكي ودقيني ك هموبسن مزوز لدخول كل وإن لم يؤمن تلويثه باع من جنب لتلويسه وغير ذلك لأن غير ذلك الغرل غير أو غرلش متزوز إن أمنا أقر أمين بي زائز أو أمين جنبي زائز نيا سمز قفت بي ستواف بي فرقي سيا فالذي يتزهم أن يقال أو أقصيبك بلي فارق غرض النسك أو التواف غيره نسك التواف فرق دقا مزقبته بأنه ورد فيه دخول الدابة وغير المميز من غير تفصيل لدوري خوشويستي وراق ينبردية وتواف ينفكر دي وغير مميز ينبردية قد لوزابنهاتيا مادم فأخذنا بإطلاقه أو هابري بلي تعبدية فأخذنا بإطلاقه وأخرجناه عن نسائره لما سقبت وأنا من إخراج كنت بخلاب غيره بل المسقبت ونيا لم يرد في ذلك قطت بيستي خوش ويستي خواي وراقب البيت مسقبت لون يشي درش وري مسقبت نبشتي وها مادم فأزرينا فيه ذلك التفصيل مادم هنجي نبري أقر أمين بي لتلويس أو مكروها أقر أمين جنبي حراما وظاهر أن المراد بأمن التلويث أمينات معنى سيا غلبة الظن باعتبار العادة بجري عادة أمن الظن غالب هم ويا كوا في سنابي مثل إستاكا حفاظة ومفاظة وشتياهوه اللي قيم دكن أنه لا يخرج منه نجس يصير للمسجد منه شيء باعتبار العادة عادتك كوبوي أنه لا يخرج منه نجس يصل للمسجد منه شيء بظن خود وابو لو دمي دابر دمي ديني وراغك ترسي كرديا استابشي بما مزقبتي حوش بيتي بحوش بيتي بيزناك أو ظنكم أويا بخلاب ما لو أحكم شد ما على فرزه بحيث أمن تلويث الخارج للمسجد بس أقر قميني كردو حفاظ مفازي لقيم كردو فروك مروش لقيم كرد أو هنجأتو أمين دبي فإن قلت أحكم شد أوانيتو تندك تند قيمك أوي كلي بستايا لسفر زي وراغكي بحيث أمين تلويس الخارجي للمسجد أمين بولا وشتلي بتدري مزقطة فيسبوكا أو هنجينيكا كراحتي تيدا نابينيت أي أمنا مستندا إلى الشد المذكوري أو العدد دردسي هنجينيكا كأنه ما يلوش يقيني لدي فإن قلت صرحوا بحرمة إخراج نحو البيل بول بالمسجد وإن أمن التلويث هذه لوغا كابريا زعما بولا شي بمزقبتي دابا بجور مزقبتي أمينيش بي بشتيلي نارجي مادام بيسا أو بيسا يبنا جور مزقبتي دابا يدرزني حرامة هذه لو ليران لبيتي أو تفاصيل جدية دري أقا أمين بيشت كرا قيدناك أو هادري فلما لم ينظر هنا إلى أمن الخروج وعدمه قلت يحتاج
يحتاط احتياط دكري للإخراج المتيقن أو يبولك أو يقينا يقينا وهات تخواري وبيسايات وبمزقات الدابة يدرسنيها ما لا يحتاط للإخراج المزنوني أو يدخوشتن بيسايك نهات تدري ما دم أو احتياط بقوتين نهري وإن زحف أو حباب لا عذر أدي أقر لسبقون خشة توافكر يعني لسزجي توافكر أو كريها وأن يقصر خطاه وأباشا شاقا وكان كرد وكا كرد كرد شاقا وقور قور ناوي لتوافي لو تكثيرا للأزري وبخير خير خير الزري بشر المشائين في الظلم إلى المساجد من نور التام يوم القيامة أو شاقا ونهم حسابا هم إخوات على خير اللودنسي ويستلم الحجر الأسود لتوافي همو زاره همو زاره هرو دستخوبة حجر الأسود دابين أغا بيت كرا أدي أغا حجر الأسود ياندزي أو محله لو أخذ أو نقل منه أغا نقل كرا ينلزي كي قوزرا وزي زاراني قديم چندرا أو هدستش بينا بعد أن يستقبله الروي خوش بده أول توافه لأول تواف بيده بدستي واليد واليمين أو لا بدست راستش بباشترا أو دستكت بيدا هنا أي ولا يقبلها مع القدرة على تقبيل الحزري أجا بيد ذكر ما أزبك الحزر السودي حزر السودي ماسك بس دستخو ما أزمك أدي إيه دستي دستخو ما أزمك أجا بيد ذكر حزر السودي ماسك دستي لو ماسك هو حزر السودي اللي بيشة كما أفهمه كلامهما كالأصحابي لكن الذي نص عليه بلن قصتك هيا نص عليه وسرع به ابن الصلاح وتبعه زمع لأنه الذي دلت عليه الأخبار أنه يقبلها مطلقة حزر الأسد مازبكي ونكي دستخد كبيدا هنا دستكي مازبكا فإن شقا أقبين ذكرا بدست دستخد حزر الأسد دابيني فبنحو خشبة دارش بناو دابينا أي في اليمنى دستك بلناو دست الراس دارش مسترش بقرا بناو دابينا أقب دست الراس بينك راس ثم اليسرى نزير ما يأتي ويقبله أو زاح حزر الأسود ماسكا للاتباع فيهما لبرهود قسان وشي قطوان استلام تقبيل متفق عليه ويكره إزهار الصوت لقبلته وشي حزر الأسود ماسكي أو دنجليني مريق أو ها عالم نزاني ويضع زبهته عليه نسوان خرج لسحزر الأسود داني للاتباع رواه الحاكم وصححه ويسن تكرير كل من الثلاثة أو السيتشت يق استلام أو دي تقبيل أو دي وضع الزبحة تكرار كوسيت زارا والأفضل وها باشا أن يستلم الثلاثة متوالية سيت زارا دس بيدابينا ثم يقبل كذلك سيما سان ليكا ثم يزدد كذلك سيت زارا نسوان خرج صدقني ولا يسن شيء من ذلك لامرأة أو خنثى لو جنان خنسا مشكلا باونكا إلا عند خلو المطاف من الرجال والخناثة ولو نهارا روجج بي إلا دبي بتار بي أو زاوي شيبكا ويظهر أنه يكفي خلوه من زهة الحزري فقط كما درين خالي بي كرخي حزر الأسودي خالي بي أقل خرخ كان ديك أودانج بقيدينيا بأن تأمن مزيع ونظر رجل غير محرم حالة فعلها ذلك وشي دستخو في داديني ينسرخو في داديني مزدكا لو وقتي بالنظر محرم وغير محرم وانا نبن صلى الله على سيدنا محمد هذا نبي باش سفر بن خويندي الحمد لله ناكري وشتر ناكري بس لدور لو شتراف اه هاي شكايو بس تقيم الله أكبر الله أكبر.